يوم الحشد المزدوج، تظاهرات للمعارضة المصرية للرئيس محمد مرسي وقراراته ودعوته للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وتظاهرات مؤيدة للرئيس حشد لها التيار الإسلامي بأطيافه المختلفة للتأكيد على أن تظاهرات المعارضة لا تشير إلى أغلبية أو إلى رأي سائد ووحيد في الشارع المصري. إذا صدقنا الإشارات والتصريحات، فإن تظاهرات اليوم يمكن أن تحدد مصير الاستفتاء المقرر السبت المقبل، وبالتحديد إمكانية تحول جبهة الإنقاذ الوطني تكتل المعارضة الرئيسي في هذه الأزمة إلى الدعوة للتصويت بالرفض في الاستفتاء عوضا عن مقاطعته. من الممكن أن نشارك في الاستفتاء، ولكن حينما يكون الأمر برمته مفتقرا للشرعية، حينها تكون هناك وثيقة تنتقص من حقوقك الأساسية وحرياتك، فأنت حينها لا تريد منحها شرعية. ولكن بالرغم من هذا ربما نضطر لخوض الاستفتاء، غير أننا ما زلنا في مرحلة محاولة إقناع السيد مرسي بكل الوسائل السلمية أن يؤجل الاستفتاء ويستمع إلى صوت العقل ويفهم أن نصف الشعب على الأقل يعارض الاستفتاء. في وقت إعداد هذا التقرير كانت الساعة قد تجاوزت 7 في مساء القاهرة، دون أن تكون الحشود بالحجم الذي شهدته التظاهرات الأخيرة، لكن الأعداد في ازدياد على الجانبين. هل تقنع الصورة النهائية أحد الطرفين بتغيير موقفه فيؤجل الرئيس الاستفتاء، أو يشارك المعارضون فيه وهو الاتجاه الذي أبقت جبهة الإنقاذ بابه مفتوحا؟ ناصر فرغلي، BBC. يا شاهين لم تهنى.